هو ده اللي خلانا راهن عليه. قصدك تقولي اياها الهنود؟ يا اخي الشغف، الشغف. الشغف معروف، الشغف معروف. فتح الشين اعرفها. الله ولا انت داري بشي. الشغف اولا اسمي مش الشغف. الشغف هي الطاقة المحركة الداخلية. ليش؟ اللي توصلك لأقصى مراحل الإبداع. اللي يوصلنا الله. الله يوصلهم بالسلامة. هناك عدو أمس تمام. بن آدم ضعيف. والله مو ضعيف. أو سهلة. أهلا وسهلا. أو سهلة. حياك. أجينا اليوم نعتذر لك على اللي حصل. إن شاء الله ما بتكررش يا فرحان. ربنا داري كلمتنا أم ريحان. اسمعي يا فرحان، أنا راكن عليك يا جهدة يا من عبيض وشي. والمخرج، المخرج قال قد مدحك وقال فيك كلام يا لطيف، بس قال أنت ما. أنا آسف، نفسي اكتسرها مش قديش أمثل. شو يقول لك أمثل غيري؟ إيش اللي مش قادر؟ خلاص لا تقلق. إيش أقول لك؟ المشهد على قلبك يا فرحان التغى، يعني ما فيش بطل بيبكي. نصدق. أي أيوة، عندنا إحنا التغى، ما فيش عندنا بطل يبكي أبدا. عندنا بطل فوق كله يعني ما يبكي. لا لا لا، أنا شفت الأفلام الهندية. أميتاب بتشد آخر فيلم عنده بكلم ما قال ودانا. من هو؟ أميتاب. يا أخي ما دخل هذولا عندك هنود. هنود عندهم البصل رخيص. إيش دخل البصل يا حمود؟ إنه بقصتك إنهم يبكوا بكوا حقيقي. لا كيف، هم أصلاً يا بني آدم يجيوا معهم بصل وبعدين يقطعوها ويشمشموهم على كل لقطة وفي كل مشهد، وهم يشمشموهم يجي آخر شيء وقد معهم سلة بصل ويصورهم من هنيها ومن هنيها ومن قطع ومن وراء ومن اليمين وعن الشمال. المهم آخر شيء وإن الحلقة كلها مشهداً ونص. شو يا فرحان، فرصة دي مستاهلة تتعوض. لو استسلمت مخافك الداخلية ما توصلش لحاجة. لازم تقرر وتقول أوكي عشان تكمل حلمك. انت قال يا أخي فهمه سوا، فهمه سوا ببساطة. ما بش أحسن من ببساطة. إيه بسط له. أنا بسط. شوف يا فرحان، لا تصدق كلامه هذا، ما بيستر شي فهمك سوا. رسمي داكم مهو رأس أبدا. الرأس الذي ما يقدر مشو رأس. وكع وكع رجع. معك القلم؟ هذا القلم. بسم الله. أي هنا. أيوة فرحان، العصير جاهز. بعد موقع لك. نقول لك العصير جاهز. تمام بعد موقع شاقي شده. فرحان تعال، العصير جاهز. شو وقع العقد شاقي؟ ما بدي. قال لك العصير جاهز. أي ماشي عصير وقع. خلي بس في عصير معاهم. معهم عصير يا فندم. قدم الشقه يجي العصير يشرح له الدهان. العصير القلم والعقد معه. توقع على عقدك مع العور يا فرحان. لا انا مش العور، هم تشاين اقرا هذا الخبر كله. انا يلا وشفت حلمي تحقق. شي يطير مني مره ثانيه. اهم شي العدي، الاحلام ما تشتري الواقع. دحين هذا ماله تاخر، بيعمل عصير الله عصير. البطل يتعرض لأول عقبة بالفيلم. تروح دحيل لعنده تخليه يعدل المبلغ. انت بطل يا فرحان، ما انت كومبارس. شمثل بلاش، والله شمثل بلاش. امشي اظهر بعد الفلوس تجي. اهبل انت في اليمن. لو تبتوا اجرك على مبلغ معين فيقعد لهوده لما انت موت. روح من دحين وارفع قيمتك. الآن اعترفت فيه ان انا بطل وانا فنان. نعترف فيك من زمان الهدهد. يلا روح يا بطل، روح وارفع سعرك. انت داري يا سكينة انك تنفعي تكوني مديرة اعمالي. فعلا هذه مهزلة. انا لا يمكن اقبل بالمبلغ هذا. الفن لا يشترى بالذهبي. قد كان عندي بلبل في قفص من ذهبي ففر مني ونأى من غير أد. فرحان خلاص روح دحين قبل ما نقر دحبك انت وافلامك. شفتي الفيلم الأخير حقا روح.